المستمعين خير جزاء طالنا عليكم اليوم، ولكن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا أنا أسألكم سؤال وللجميع، أنا ضيفكم اليوم صح؟ وضيف أخواني في التلفزيون في جميع أنحاء العالم. هذه الليلة أن ننور الحياة بالتوبة ورجوع إلى الله عز وجل بإذن الله. تحبوني؟ نحبك. أقول لكم اللي في أعطونا نور التلفزيون حياتك تحبوني؟ نعم. وأنا والله أشهد الله أني أحب كل واحد فيكم. حبك الله. طيب بس قد يختلفون الناس في حبي، في حبهم لي. بس أسألكم سؤال، تحبون الله؟ نعم. الجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. أسألكم بالله، اللي يحب الله أمامي الآن ويسمع كلامي أنه يرفع يده محبة في الله. حتى اللي تابع؟ حتى اللي تابع واللي موجودين معايا واللي وراء الشاشة. أسألكم بالله ترفع يدك محبة لله. يا الله. طب رفعتوا كلكم ها؟ جزاكم الله خير. الله نظر إليكم الآن ورى محبته في قلوبكم قبل أيديكم ما ترفع. طب سمعتم شيء؟ هل لاحظتم شيء يا شيخ؟ الكاميرا عليا؟ كلكم رفعتوا صح؟ أنا رفعت؟ أنا اللي سألتكم هل تحبوا الله؟ قلت له أيوه كلكم. أنا ما رفعت، هل أنا ما أحبه؟ طب من اللي منعني؟ الله يرضى عليك. من اللي منعني أسألكم بالله؟ لا إله إلا الله. منعني اللي سمح لك. تدروا ليش؟ لأني كنت أرفعه بمعصيته. وسترني سنة وسنتين وعشرين سنة أي معصية، أي معصية، أغاني، أفلام، مسلسلات، أي شيء. سباق أول واحد، سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعته. والآن أنت ما زلت تعصي الله وسمح لك أنك ترفعها محبة له، لكن أنا فصلها عني من 21 سنة. تنتظر حتى يمنعك؟ ما زلت عصي الله، ما زلت تمسك الدخان والمخدرات، ما زلت تسوي العادة السرية، وما زلت تنمصي حواجبك، تعصي، توجبي على نفسك لعنة الله، وما زلت وما زلت. وسمح لكم الآن أنكم ترفعوها محبة لله. بس أنا منعني نفسي أغسل عورتي، لي 21 سنة أغسل عورتي. عمرك ما دخلت الحمام وناديت أحد يجي يغسل عورتك أو أنتي؟ أنا إلى الآن 21 سنة يغسل عورتي، وأحتاج أي أحد عندي، أي أحد عندي أحتاج يغسل عورتي. إذا وسخت جاني، أنا الآن جيت هنا بدون أمي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر أنتظر لين أرجع جدة أو بيتي في المدينة وحينظفوني. تقطع قلوبكم أحسن ما تقطع أجسادكم في النار يوم القيامة. أيوه، عشان أحسن ما تقطع قلوبكم وأفئدتكم في النار يوم القيامة. أشكر نعم الله عليكم في الأرض، عشان لا تعذبوا تحت الأرض ويوم القيامة ويوم العرض. أسأل الله أن يحرمكم على النار. هذه اليد اللي رفعتها محبة في الله هتشهد لك يوم القيامة أنك تحب الله. طب أشهد، خلي اليد هذه تشهد لك كمان انك اي معصية بينك وبين الله تتركها يوم يختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. خلي هذه اليد تشهد لك محبة في الله انك تركت الاغاني والافلام والمسلسلات، تركت العادة السرية، تركت التنميص، و تركت التقليب في المواقع الإباحية، ترقيم المعكسات، ترقيم البنات وإيذاء البنات وإيذاء الشباب، ندخل على غرف شاتات عرض أجساد بنات لا إله إلا الله من أبناء لا إله إلا الله. أذكر الله يا أخواني، أشكر نعم الله، أقسم بالله قال الله وأن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ما أنا إلا واعظا لكم بلسان الحال والمقال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تبارك الله، أبشروا بالخير.
شعارنا هذه الليلة بإذن الله هو استجابة لأمر الله عز وجل.